وطن منحازون للحقيقة. نحن طالبنا كل أبناء شعبنا للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية لمواجهة التهديدات الحقيقية، وقررنا أن يكون يومي 14 و15 يومين للاحتشاد المليوني للفلسطينيين في كافة التجمعات الفلسطينية. لن تكون المليونية فقط في قطاع غزة، وإنما ستمتد إلى الضفة الغربية ومدينة القدس ومناطق 48 وإلى دول الجوار، عمان وسوريا ولبنان وباقي المناطق، وإلى جوار أكثر من 70 دولة أكدت لنا بأن هناك حراكا فاعلا داعما ورافضا أولا في يوم 14 لنقل السفارة الأمريكية التي تهدف من خلال الإدارة الأمريكية إلى ترتيب ديفاكتو أو أمر واقع جديد بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. هذا الأمر لن يرتب أي مركز قانوني، ولا ذلك نطالب الكل بالاحتجاج عليه والاحتجاج على هذه السياسة التي تفرض قوانين الغاب بديلا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أما في يوم 15 مايو فهي يوم الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية، التي على الكل أيضا أن يحشد كل جهوده من أجل رسالة آن الأوان لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، آن الأوان لكسر الحصار عن قطاع غزة، آن الأوان لوقف الاستيطان وجرائم الحرب وعمليات تهويد القدس. هناك جدول سيبدأ ومستمر في ميادين العودة في قطاع غزة، وأيضا هناك أكثر من 50 خيمة في مسيرات العودة موجودة بالعالم، وهناك جمعة النذير التي أعلننا فيها الاحتشاد أيضا في ميادين العودة والاستعداد، وسيكون أيضا ما قبلها عمليات حمل التكبير عن أسطح المنازل وفي المساجد وقرع لأجراس الكنائس يومي 13 في إشارة إلى وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة كفاحه من أجل إقرار وانتزاع حقوقه العادلة والمشروع التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وطن منحازون للحقيقة.